لأني كنت في مراكز سياسية وتقلت وظائف، وشخص ملي نكتب وترجمت لغات عديدة، واستفدت من تغطية إعلامية في كل قنوات الدنيا، القنوات الأمريكية، القنوات الفرنسية، وفي جل الفضائيات العربية. نشرت كتبي من قبل كبار دور النشر، وعدت عني مقالات. إذا ما الله يستغربوه، عاد عندي صيت وقبول، حتى يا عداك زعجوا بدبي لا يشحطوا على الرسول. على كل حال قالوا واحدين منهم اني عاطي الفضاء لحد، والله شريت حد، واحدين مقتنعين واحدين معطي لهم شياك يشوفوني. ما باس انا قال ما عندي فضاء. عاد حد اقنع واحدين والله اعطاهم شياك يقعدوا يشوفوني، جزاه الله خيرا. ما لي علم بها بعد شخصيا، ما عندي اي خبر هذا الموضوع. ومن جهه اخرى شفت المعلقين ياسر الكلام الساقط، يقول هو واحدين منهم من باب محامي المسيء. ومن بعد لين عبر عن شوي من التذمر ومطالبة بالإنصاف، اللي أنا قطعا يقينا كنت محامي محمد شيخ المخدر أمام المحاكم الموريتانية. محمد شيخ هذا يشير لها، ولي بوه خويا ومو اختي، اللي بوه ولا بخيطير ومو تكيبوت وجداته من الفريق. هي تلفت علي شيء، ماذا هو يعني؟ ولين خلي هكذا خلي بلو، تألمت كثيرا، تألمت كمسلم، تألمت كفرد من أفراد هاي العائلة المعنية بأي حد من أفرادها نحو ضرر. وتألمت أكثر لين شفت القضاء الموريتاني ما طبق فيه القانون، رغم أن كاملين بما فينا أبوه هو امتنعنا عن أي مساندة له وأنكرنا فعله، ولا دخلنا فيه لا أمام القضاء ولا أمام أحد. كان استغرب أن زملائه اللي كانوا معاه في البيتاك اللي كانت القرض، واللي كانوا يكتبوا معاه في الكمبيوتر، لك حد اللي هون نحن هون من قريب، أنهم هو بأخلاق ما قبل يعطي اسمائهم. وانا اللي محاميه ما نبقي المسلمين ينزعجوا فرقايش، ونعتبر الحياه الخاصه للناس رغم ذاك الحق من الخاسر كان ما مطابق تنوكيت الناس في معتقداتها والله كشف عنها الباسه. يعني بعد الله ما زال الشيء، لا ما زال يقول لي محامي مسلم. وشارعت معاهم وقاع ياس الناس قاع ما يشارع معاهم، بعد شارعت معاهم في واديبو في واكشوط وفي واديبو وقلبتهم. ولا نعرف المهزوم يعود يطرح الشروط، ما قد شفت. مشاو غيروا القانون كاتبنا لين وفات التقاضي، وانقلبوا امام القضاء اللي قضاة الدولة اللي انا معارضها معاك الخلافات، قبوه واختطفوه. لين تاهم اللي يطرسوه، هاو القضاة اللي طرسوه، ما قالهم قضاة المسي بروكيرير، ما قالوا بروكيرير المسي. والمحامي الاخرين اللي دافعوا عنه بشكل ما قالوا محامي المسي. والعلماء الاجلاء بين قوسين كبار اللي استقبلوه في جامع ابن عباس وحجلبوه واستتابوه وقالوا عنه عقوبه ما عليه، نافقين بها لعبد العزيز ومتحملين عنه مسؤوليه اختطاف خارج القانون، ما قالهم علماء المسي. هذا معناه انه قاعد اللي هون في القضيه كامله اهم شيء واعدني انا كشخص، وياك مجدوا عليا انه عاقب قضيته هو وسفره للخارج وانتقاله قامت قضيه اخرى فيها الشباب من موريتانيا ولا زوايا المعلومين لهذ الخيام الكبارات العرب الزينين، وجبر عندهم كتاب يقولوا له المصحف البديل عليكم بشاره بالبارة، وقالوا البارو التواب الفصل الاول من يقول سورة الدجاجة سخرية من سورة البقرة. وانا ما كنت محاميهم، كانوا محامين اخرين قضاة اخرين، ما قالوا محامين المسيئين بالقطع لذا كما هو بالقطع لياس الملفات الاخرى. هم رغبة في ايذائي انا كشخص لاني تصفية حسابات سياسية اخرى، لاني عندي نغمة نشاز والله عندي وجهة نظر حادة ومختلفة مع السائد في بعض القضايا الفكرية والسياسية، ولأني ما نقبل التابوهات نعتبرها نوع من الوثنية السياسية، ولأني مونك ما نمشي مع الشيء ماني مقتنع به.
ظلك ما قلت نمنعكم، انا ما قلت لك تعليقاتي، قال ما قلت نمنعكم من تعطوني ياسر والحسنات بحكم بعد تتواعوا به اللي انتم هذيكم حد السائلي ما لحقوا شيء من ضررها، ولا اللي جات منه فتوى خاسره واللي قبطوا نوبه قلبيه واللي رايه مقتطف يقولون انه مقتطف، يقولون محامي خارج القانون هناك تعرفوه كامل، يعني ما هو مهم. على كل حال واصل زين، انا ملي يخدمني هذا الجدل يخدمني يساعد في ضيوع افكاري، هذا بانه معلق ظريف قال والله لو خيرت محامي الموسي حلوه هذه خيرت بك. المهم اذا عدت الى داركم منه لا وسع الاخلاق بعد اللي انا لا مجنون الاخوان لا راقب ما هم خالق خالق قدام لا صيده البويس خالق خالق قدام مهم ما لا حد حد يعرف انه انا ما يقدر بالقط عليا يوسع الاخلاق يقدر يسمع ياسر مش يقعد ما كان برمجه. على كل حال نختار نرجع للموضوع الرئيسي، انا في البث المباشر الماضي قلت وبصراحه وقد كتبتها سابقا ان ضد اي سياسه تدخليه في الاقتصاد. انا انسان اؤمن بمبدا دعه يعمل دعه يمر، واجد ان اي دعم يفخخ المعامله الاقتصاديه، منين تدعم الكهرباء وتبيعها بسعر ارخص، منتجاتك لا تود ارخص لا يتحملها المواطن العادي، بالتالي هي التنافسيه مزينه، ولين نزيد سعر الوقود في العالم يا الله يزاد امور الثانيه، ولين ينتقص يا الله ينتقص امور الثانيه، والا لان ندخلوا خطر كي خلق في الاسابيع الماضيه ومازال خالق بالشكل ما، ان بعض الدول المجاوره عادت تستفيد من صرف موريتانيا للدعم، وانا اجبر انه تصرف غبي جدا ولا هو قار ولا عالم بحد، كيما اجد ان قضيه تآزر وهي النفقات ما هي مدروسه ضررها اكثر من نفعها من التبذير، لان ما انشافت ما انشاف الاثر، بده عندهم طبعا معطي المستفيدين منها تخفف فيه المأساة يقارب في الجانب الاقتصادي عموما ما هي مفيده، واذا لحقنا نملوا منه الحاجة اللي نعرفه ان جدار برلين سقط وان الدولة التدخلية وفات ما هي قابلة ما هي قابلة للبقاء، وان يلا نستثمروا في البنية الأساسية ونعطوا للناس كامل الحرية في ممارسة الفعل الاقتصادي اللي يبقي نقاب عنه يبقي نقاب عنه، واللي يبقي عدل صناعي عدل، نطالوا الظروف القانونية والدولة تتحكم وتقبض جبايه طبعا وتمول بها القطاعات اللي ضروري التدخل فيها، لان عدم التدخل فيها جريمه، كيف التعليم بالنسبه للطبقات الهشه، حد عنده باش يقري اولاده ما يلا قاعد يقري عنهم، الناس اللي ما عندها يلا توفر لهم في ظروف موضوعيه، الكل يقول المدرسه الجمهوريه ما يعرفوا الاقتصاد، المدرسه يلا المقرر يعود جمهوريه واحد وموحد، يقال الناس اللي ما عندها باش تقري يلا الدوله تساعد تقري عنهم، والناس ما عندها باش تداوي يلا الدوله تداوي، يعني هذوك اللي عندهم يلا يجبروا شركات تأمين ولا يتولاوا قدر الإمكان، وباش تسعد الطبقة الوسطى باش قلت النفقات والضغوطات على الدولة، هذا هو الطبيعي، وهذا سياسة التدخل مصيبة لأنها أفلست موريتانيا في العقود الأخيرة ومنعتها من وضع البنية الأساسية، ولا نقول لكم البنية الأساسية أنا نقولها لك لأن هي المهمة، لأن هي اللي بتنعلها الاقتصاد. مرة بجوجل ايرث شفت موانئ الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، وكان معايا خبراء في قضايا تسيير الموانئ وتدبير التجاره الدوليه، قاموا يضحكوا كاملين، شفنا ميناء نواديبو، شفنا ميناء مابشو، شفنا ميناء دياغو ما فاتش برلو السمي، وقام في دياغو الاحلام، هي الموانئ كامله يسموها موانئ قرعاء او عاريه، لان ما فيها صوامع غلال ولا صوامع نفط، صوامع الغلال اللي هي للسيلو هي خزانات ضخمة للقمح للسكر للأرز، قال انتم دولة عجيبة تبغى تشرب الصغر، لو ما احنا كدولة مازلنا نشرب الصغر لأن ما عندنا خزانة، لا رجال أعمالنا ولا الدولة عدلت. ودارك في مناسبة الطاقة لا نعلم اللي قلتها المرة الفايتة ضروري نعلم، احنا على مرتبة سنة من إنتاج الغاز المسال بحرا،
والغاز المسال كيف دائما نكتب هو المصدر الرخيص للطاقه، هذا اللي يقولوا له الهيدروجين الازرق والهيدروجين الاخضر، هذا مازال يوتوبيك ما فات عاد بين حشد الاموال قبل 10 15 سنه، ما هو شيء فوري ولا هو ممكن ان شاء الله. هذا بعد زين عندي خلف قال ما هو شيء يقد يعود في الافق الممور، خصوصا جاب لي فيه المنافسه للرياح عند الناس كامله والشمس والمغاربه داخلين والجزائريين والمصريين ويدوروا تم يصدروا الهيدروجين لاوروبا. وشفت البنك الاوروبي للاستثمار مؤخرا لا كيف شيء ما هو قابل قبال بجديه. وانا بعد والله اثق جدا في الاستاذ عبد السلام وفي علاقاته الدوليه سلام محمد صالح، لانه رجل كان في المنظومه الامميه يعرف رجل جدي. لا اظن بكل صراحه ان الهيدروجين انه غدا او بعد غد، لكن الغاز والغاز المسال احنا في اللمسات الاخيره. ونختار السجل استغرابي احنا على سنه من انتاج الغاز المسال ولا عندنا ميناء مهيئ لاستقبال الغاز المسال. والجعاله اللي تعطينا الشركه ما هي المهمه، والغاز المسال المهم اللي يعود مصدر الطاقه. احنا صمافتنا بنينا لا المستودعات الخزانات والاسفار للغاز المسال، ولا عندنا كاع ميناء عنده قدره استيعاب بلي ميناء الوقود نواذبه ما هم مهيئ له، لانه يعني بلي الوقود ولا يقدر يخلط معه. وميناء دياغول قريب من المنصه ما هو مهيئ له. وتهيئته ما هي قصه سهله، بينما الاخوه في السنغال فاتوا تخطاوا في شوط بعيد بشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام، لا تسمح لهم بيعود عندهم استفاده فوريه من الغاز المسال في الليتر الاول من الغاز المسال يجبروهم. وفاتوا شركات توزيع النفط المحليه وشركات الحديد والفوسفات، فاتوا عندهم مؤتمرات مع شركه توتال لدراسه كيف يقدروا يوزعوا الغاز المسال، وخرصوا على البنوك عن طريق يدموا بين محطات التوزيع خزانات صغيره لتوزيع الغاز المسال وتكييف السيارات عليه والباصات والشاحنات. ياك فاتوره الوقود تعود اخف بكثير، وفاتوره الكهرباء بالنسبه للاخوه في السنغال هما دولة من 20 مليون. مرحبا مرحبا سيد احمد الشيخ، والله مرحبا. شو هذا المهم احنا ما فتنا عدنا اللي صرفنا في دعم الوقود هون في الاشهر الاخيره كان كافي لبناء ميناء، وانا طالب به من السنوات اللي الصفحه البروفايل، ومشيت لين عاد صهاري شنو عاد كلفه الاسفاء ما اجبرت فيها اهتمام. ورك نزلت لها عند رأي يلا نقولوا الدعم، هذا الدعم اللي يقلع بالثلث ما هو صالح يلا يقلع كامل. احنا شعب ذكي وشعب فهيم وشعب صدوق وشعب عاقل، ولانا مغفلين نعرفوا ان السعر الدولي اللي يزيد تزيد الاسعار كامل، ومن ينقص يلا نطالبه بينقص عادي. ومعروف توديه الجبايه مولي، لان الوقود دائما هو اللي توديه الجبايه به الاغذيه والحبوب، ما تنال لهم جبايه كبيره هذا عادي. ومثلنا مثل شعوب العالم كامل، ولا هي ولا تخلع، ولا انا شعب مجنون ولا مغفل ولا هذا ما هو حق. الصوره اللي هي حاول الاعلام المزيف يفخر بهذا ما تعبر عن الواقع. يقال في نفس الوقت اللي نطالبوا فيه بالشفافيه في الاسعار والليبراليه والحريه الكامله في الاقتصاد ندوروا هما اللي واجباتها ما هي الا الحقوق. من حقوق الدوله للمواطنين انها ما توالى عنه اسعار ما يتوالاها. غير مدير من حقوق المواطنين مثل يطال الفضاء الطبيعي للعمل. وهون عندي اشكالات فيه، كي قلت التاخر في توزيع الغاز المسال المرتقب والوشيك، هذه خطا فادح وتقصير فيه لا يدفع ثمنه بالمليارات. كل تاخر فيه تقصير شنيع. من بين ملي انه حد يراه بالناس يشوف طرق التشغيل اللي البطاله في موريتانيا ماساه، خصوصا بطاله الشباب. وهون نختار نحيي الشباب الموريتاني، الشباب الموريتاني شباب عبقري، شباب عنده مبادرات وعنده فعاليه وطني. ولا نحتاج الدليل البارحة حد شافهم يقتلعون ارزاقهم من الصخور في تيرس في شقات بعيد في ظروف الحر ثقيله في عز الشتاء، مكان اقرب منه بئر 100 كيلومتر، بئر مالح يجيبوا الماء من زوالات 100 كيلومتر ويجيبوا البنزين ويجيبوا، وذا مع ذا قدوا عدلوا من 70,000 وظيفه. صخور تيرس قد شركه سنين 10 مرات. هذا ما يقدر حد يقول له ما هو الشباب فعال، شباب ناضج.
حتشافهم في الشام اللي حولوها من مدينة أشباح إلى مدينة تضج بالحياة، يعرفون الإنسان موريتاني إنسان عبقري، ويقول له لا التأطير الجيد ومتطال الظروف الموضوعية للقيام بعمله. هنا أنا هون أستغرب يعني أنه في هذه المناطق المعادن يعانوا من أشياء صعبة. قوى الأمن اللي حرص تمارس نوع من الإقطاع الريفي، هاو مجاهر العقيدة فلان وهاو مجاهر الملازم فلان، شنو شنو هي ترى موريتاني ولا موريتاني؟ أنت رجل أمن تضبط الأمن صحيح، قال ما تمارس الاستغلال على المواطنين، هذا 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 ما يتماشى مع الليبرالية. لا حق والله كذا كما يعود بأي شكل، يعني هم يناقبوا في تيرس البعيدة في أقاصي تيرس، سقات يعني ما هي تيرس، سقات مورا عرق أركشاش بعيد بالمثلث الخاوي اللي بين الجزائر ومالي 800,000 كيلومتر من أقرب نقطة من موريتانيا، وتمتنع عليهم المنطقة العظيمة المليئة بالمؤشرات المعدنية واللي فيها تجبر فيها الذهب وهم يدوروها، واللي فيها الماء وفيها الوقود وفيها الكهرباء وسهلة ومريحة، واللي تخلق 100,000 فرصة عمل اللي قالها قد دماغها. هون طالب بأن صحيح نتقبله، أنا كيما طالبت برفع الدعم عن النفط لأنه دعم يفخخ الحياة الاقتصادية، نطالب فتح الحرية الاقتصادية للجميع ويخلوا التركيكي سويس الإبابية لا تبقى فيها حجر سيانير، ما رأينا طالب به اللي لوذ بها ممنوع يلا يراقب، يقال الأحجار لا تبقى حجرة فيك كده ما تقدوها، ونعطاهم قانون منصف في حجاز الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والخروج بها والدخول بها، وتبتنا لهم دار سبكة مخجل يعني مد دولة منتجة للكمية الكبيرة من الذهب وتشغل فيها من الشباب ومن الناس، هي ما عندها دار سكة يعني فوندري، هذا مليون دولار ما هو معقول، نجي معها إيزو ونجي معها والله نقبل واحدة من سويسرا والله من تركيا والله ما يدول تفتح لها فرع هون يتم يعير لهم بالتعيير الصالح، لأن فرضهم على البنك المركزي اللي ما يبي يبيع البنك المركزي راه يحتفظ به الاقتصاد فيه الليبرالي، هو قاع مش لا يعدل وقاع قاس به نيويورك وباع ولا دبي ديك الفضة بعد جاية هون، ويا العدل الموريتاني إذا عدهم حد تقني والله شو عد مرخص وعد استثناء أجنبي قال يلا عد لا الموريتاني ولا يلا جنرال يزاحمهم ولا عقيد ولا مفوض شرطة ولا يبتزهم ولا يهينهم، هاي أرضهم ويمارسوا فعلهم فعل الحياة في كل أماكنها، وتيرس ما يلحد وسيلي باب ما يلحد، موريتاني حوزة ترابية واحدة وتفتح وتفتح مقطع الحجار لين يفتح لك لا يستوعب العطيلة العطالة الموريتاني ربع مليون، ويساعد في تحمل أزمة الوقود اللي خلقت لنا الحرب مع أوكرانيا اللي هي خارج ظروف قاهرة إن شاء الله الاستثنائية وإن شاء الله توفى غير هذه الحقيقة. أما خسارة الدولة 20 مليار ما قاعد بها أحد ما يقرب بعد في حد وبلا معنى، وتهرب من المسؤولية وجبن سياسي وعاد مستشار يزينوها الإدارة الحاكمة والرئيس لا ما يبقوا لهم صديق فيه ولهم وطنيين وهم مرتدين وهم جانبين ويذورهم ولا شيء يذور، هذا ما هو حق يقعد شي ما هو حق ويعرفوه ويعدوا الاخبار ويعرفون اوكرانيا زاد فيها، وان بايدن راعي قال السعوديه تودد لهذول تزيد منتوجها بالنفط ياكل وقود يخفض الولايات المتحده، ويعرفون اوروبا زاد فيها وزاد في كل دول العالم وطبيعي وبامري انه يجدون، هذا ما هو المشكله ما يهون، وحتى يبغى خلاقهم ما هو الاسعار تزيد وتنقص وعادي، ما هو المأساة ما هو ذاك المساء انهم ما هم مخلين يمارسوا طاقتهم الشبابيه في العمل الصالح بارضهم. الليبراليه لا حق ولا كذا حد يخليها تستمر، واذا عندهم فايض تحصل من جبايه ولا من انخفاض اسعار نفط او هذا يعمل في اشياء مهمه كيف قلنا بنيه الغاز هاي اشياء مهمه، هذا 120 مليار 120 مليار ما لها معدله. أنا مرة جبرت أصدقاء مهندسين في سنيم اشتغلوا في سكة الحديد، جبرتهم في الخارج واستغربت أنه الأطر الموريتانيين في سنيم راكموا من التجربة ومن الخبرة في بناء سكة الحديد الصحراوية اللي عادوا أطر تبحث عنه الدول ياسر مشات في السعودية والإمارات المشاريع السكاكية، إذن هما عندهم سولتهم قلت لهم أنتم كيلومتر شي كلفكم في سنيم، قال يقعدوا سنين مع التراث يكلف 6 متر دولار
هو يعرف العالم في افريقيا في بلده ما فيها جسور ولا فيها المياه يكلف مليون دولار. بالنسبه للبولوري هذا سكت الحديد اللي معدل بين ابيجان نيامي كوتونو الكلفه مليون دولار، يعني 600 ألف دولار محليا، ما في جسور ولا خطوط ماء، لا في جسور صعبه، هي سكك صحراويه من الارخص. احنا عندنا مناجم من ارفع المناجم في بجوجة تقابل يربطوا بسكة الحديد 160 كيلومتر من القريدات تقابل للتصدير، وهي بجوجة من نواكشوط 200 كيلومتر، معناها 360 كيلومتر تربط ميناء نواذيب وميناء نواكشوط. انخفض لك النقل البحري، اللي ارتفاع سعر النقل البحري هو المنعكس على المواد الغذائيه وعلى المواد كامله، لانه هم خلل في التوازن في الموانئ الموريتانيه. يعني ميناء نواذيب وميناء تصدير ولا يستوردوا الكثير، ميناء نواكشوط ميناء استيراد، بالتالي في كل الحالتين الكونتينرز وهذا يجوا ذهابا وايابا على كلفه المستورد او المصدر. لو كانوا عاد وحده مينائيه لا بوكل وعدت بين الموانئ الثنتين يعود كلفه النقل البحري ارخص، وتعود شركات النقل البحري جات بكثافه وعود الخدمه احسن. هذا هو اللي يلا تصرف فيه الفضاء، يلا تصرف في الفضاء من جنب بوفال ولا بوفال باطني بوفال يقولوا لا نصار ويقالوا بوفال المنجم العظيم دوت تنر فوسفات في بريده زراعيه في وادي النهر ووادي النيجر. وعندنا احنا في غرب افريقيا الفوسفات ناقص وناقص في العالم كامل واسعاره ضاربه في السماء، ويمكن تصديره باط كخام عبر البوارج النهريه، ومنهم ميناء دياغو والله يعدل له سكه يعدل له شيء بعد قاعد الاستهلاك المحلي. وعاد تفكر عندكم فايض في الفضاء بدهم تدعموا بطل الزعماء، هذا هو المنطقي. انا ما نعرف بصراحه هذا وزير الاقتصاد اللي عندنا يفكر، هو مهندس وبوليتكنيك وما نعرف هذا وباد وبنك الفلات للتنميه، هو طريقه يفكر بها. لا يلقى لي صديقي في رواندا الاطر يشوف العالم بنظارات فرنسيه، عندهم مشكله كفاءه، عندهم بيروقراطيه مزمنه، ما يقدروا عندهم حلول ابداعيه. هذاك حد عاين وزير اقتصاد ولا حد عاين وزير اقتصاد يقول له الدعم يستقال، اي جريمه. شنو 18 مليار للشهر هذاك شنو؟ باي منطق؟ والراجل الاخر قافل المعادن على الناس في زمن البطاله والازمات. سيدي بابي لا دايرين كذا، شنو المشكله الامنيه في سيدي بابي عاد تنقيب في العكس المناقبين الموريتانيين اللي يجوا يسدوا الامن، راعيهم في تيرس كانت ما هي عامره وكانوا الارهابيين فيها، جاءهم ان شاء الله الله يحفظهم 70,000 شخص مات لك عيد حد يقربها، وشبكات الهاتف والاتصال. العكس املاوا ارضكم، ارضنا يلا املاوها الموتان، وبلا معنى بلا معنى ما هو صالح. اذا هذه بعد اخترت نغتنم هذه الفرصه، السلام عليكم مره اخرى ونقول لكم باطني معني تراجعنا ومستلم نطالب برفع الدعم، رفع الدعم عن كل شيء. انا نعرف البنك الاسلامي للتنميه اعطى 200 مليون دولار لليند كريدي للنفط وحده الدواء معقول، هذا اللي منه فراك بعد يقد يعود مدعوم شوي يغطى اذا حد ما عنده تامين، وهذا غير الاخر ما عنده معنى. وهذا راهي ماهي اول مره انا اسمعهم مثقفين يقولوا يلا المدارس الخصوصيه تنفع. تو بلد فقير جبرتو حد يبني قباداو ويبني تره ويدير فيه طواب ويجيب قرايه ويقريه، يقول له حد لا 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 انت ولا اعلم ترك عندك باش تولى، انت عندك مليون و500 الف طيب اللي يلا في المدرسه، من 100 الف في القطاع العمومي معدل 120 طيب الفصل دور تزيدهم، هذاك تفكير. عكس التعليم الخصوصي يستحق التقدير، يلا تنقل عنه الضرائب، الجباية على التعليم ما تواسى، والجباية على العيادات ما تواسى، ومجمل العيادات مالي هون الليبرالية لا حق ولا كذب، لا حد لا عدل يتقنن، والقانون ولا بعض أوردوناس قطع له الصنادرة في بداية الثمانينات تمنع المستثمرين الأجانب بناء المستشفيات، وتمنع الأطباء الأجانب ممارسة العمل هون. هذاك شنو؟ احنا ما عندنا أطباء، ولي يجي واحد لا يستثمر عندنا عياد هون ياك باطل على الاقل يربحوا تذاكر السفر مرضانا يقيسوا تونس وفرنسا والمغرب
قالوا لا لا ممنوع، بيريدوا حالة احتكار. ما هو ليبرالي، ما هو عادل، هذا مشحن. يلا قانون الصحة يغير ويخلى الأطباء الأجانب اللي منهم عنده الرغبة في العمل في موريتانيا أو الاستثمار فيها يخلى يشتغل زي مثله مثل أي موريتاني آخر. ماله هو قراته مادة أخرى، طايح لكم كادو بركو تصوم، ويمشي حد من الموريتاني ويجيب أطباء آخرين والله مستثمرين معاهم أطباء ويعدلوا عيادة. لا هو اللي توس إن شاء الله تدهون 1000 عيادة و2000 ونعودوا قاع جزيرة موريس وتجينا الناس تداوى عندنا. ماله مشكلته شنو؟ في أتراك قالوا لهم عدوا عيادات في مالي وفي السنغال وفي جاوا لي عدوهم، قالوا الحق القانون مانع ولا باطل مرسوم هذا وقاع بو قانون مرسوم. قال يعود السلك الوطني للأطباء يعادل أي شهادة من الناحية الأكاديمية، والترخيص قال الناس كمان أي حد يكون عنده العيادة عيادة. ما يلا يقعد عنده مسطرة. هذه من أفكار الدول السوفيتية القديمة، ما تدخل أي حد طبيب عنده حق يمارس الطب واعترفت به الصيغه، يلا يمارسوه باي صيغه اللي يبغي. عند العقد مع مستشفى عام اهلا وسهلا، ما هو خارج عنده خاص عاد. لان كثره التناوس السوق من الله بنفسه، دورت لهم عياده غاليه وفخمه واحده رخيصه واحده وسط، وهذا كيف ما بوتيك واعر وبوتيك وفندق واعر، هذا واحد رخيص. هذا هو التنافس العادل الشفاف المنطقي اللي يضمن الخدمه الجيده. يقدر يجي واحد ما هو طبيب يمارس الطب، هيك جريمه، ويجي واحد ما هو صيدلاني يمارس الصيدله، هاي جريمه. الليبراليه لا احد وهي خارقه، لا هي ما الاخر ما هو حد. الدول التدخليه مشروع فاشل تماما، الدول بشكلها التقليدي ما تصح. الدول اللي تدخل لبناء البنيه التحتيه وتقدر ديفالي العمله اياك تبدا البنيه التحتيه. هي الفرنسيين من اول تيجي بالافراد بالمكشوف تعدل، يعود القوة الانفلاسيون ما خارجة والقوة النقدية كبيرة تضعفها، تعدل اياك المشاريع التنافسية ما ينفذ. يا قال انت ما عندك سبة واحدة على باب الله وكل دولة تطلبها، وعندك هناك نار عاتك سعودية 200 مليون دولار اياك تخفف عليك ازمة الطاقة، تمشي قاع في اسبوعين في دعم مرد ما اعلم قاع بها احد، ما هي قاع ايجاد سياسي باطل لا باطل مشات السوق. وتركي جاي عندنا طب قالوا لا لا انت مالك موريتاني ما عندك الحق. فرنسي كان بي تي اس ال بيتريا جا قال بغي متقاعد قال يختار يسكن هون، عنده مرض من هون والله ما نعرف يعد العياده، قالوا لا لا انت ما تمارس لاكس واحده من العيادات شغله لا يشتغل يمارس عتقل يمارس الاقطاع الطبي. شنو انتوا ما عندكم عيادات ولا عندكم مستشفيات؟ ياك عمر او زيد يدخل شوي هارك والنقابه قافله قوانين ايش؟ وتبدأ تشوفه في عالم آخر، إحنا في عالم الأوهام. كيف قلت المرة الفايتة عندي صديق عزيز قال لي بعض الموريتاني كيف دولة ضربت بالقنبلة الذرية، حد يشوف دولة جبرت قنبلة ذرية خبط به خلاص موريتاني شعب مذعور ما هو عارف قاعد يدور شنو. وتكلموا عن التعددية الحزبية ما شاء الله والديمقراطية، واحد يناقشوا في الفيسبوك عن المدن الدول المدنية والدول الدينية والدول العربية. انتوا قاعد منين انتم؟ انتوا عندكم دولة ما فتحتوش النخبة الموريتانية ما فاتت على عادت على مستوى تطلعات الشعب الموريتاني والشباب الموريتاني، لأن الشباب الموريتاني كي قلت شباب عظيم. سنة 2000 هاجرت 600,000 شاب في موريتانيا، هي اللي نقلت العملة من السقوط. قاسوا أنغولا، قاسوا الولايات المتحدة، إسبانيا، يبقوا يرجعوا داروا في ظروف يشتغلوا عندهم قوانين كيف قوانين دول العالم كامله. تاشيره واعره بس عندهم السياحه بتاشيره واعره. صيد قطر اللي بفندق جميل رايح خاوي ما يقدر يشارك ما يقدر. انتم دوله جميله موريتانيا الفقر ما يمنع من السياحه. 5 ساعات من لندن بلد مشمس، ما عندكم تعدوا تونس ولا المغرب. قال جينا 200,000 300,000 بدل مليون، المغاربه تجي مع 10 مليون، توانسه 8 مليون، السنغال مليون ونص سايح، الفضاء كامله قاعدين بها مهرجانات الخروطي كل قريه ما فيها تواليت ولا ينادوها البراليين، المهرجانات يلا يبسون والبو ينفيل توريستيك فيها مطار يلا عدد زين وجه المطار وشوف الجراند ستار كبار فنانين ومهرجان واحد كاذب كيف فيسباكو واكادوغو والله
اي مهرجان، يعود مهرجان واحد سنوي، وجوه نجوم العالم المشاهير الفن، وعود وفي في بدايه نهضه فندقيه، يعود نشره زينه منتوش، وراه مواليب قالوا خبراء سياحه كاملين. مدينه الله خلقها ما فيه فصول، ما فيه شتاء من الصيف، جوها واحد باكيبو حضر كيف قالش في سفينه في عرض البحر. اي واحد من الدنمارك من بريطانيا من اسبانيا من اي مكان يبقي يجيها قطعا، زين من شرم الشيخ وزين من اكادير كجو يعني. المنتوج ما هو قاعد ينباع بهاش، لان اللي رانا بعدين منطقه حره معفيه من الضرائب، غير ما يجي احد. والفضل اللي راه تصرف في الدعايه للمنطقه الحره بمهرجانات قاست مدن التراث، والتراث هو خالد ايش هاي مدن ميته، حفريات تصرف المليارات في الحفريات. هذا جابوا التونسي، شي قالوا الفنان التونسي بوشناق، جابوا التيشيرت عادي يسخر فينا، قالوا بلد ما في تواليت عادي يضحك فينا في الانترنت التونسي. وحنا قاعد ما ما ما, ما, ما التوانسه ما يعدلوا مهرجان في واحده من قرى الصحراء التونسيه ما يعدلوها. بعد شيء يعدلوا التوانسه تلاعب في مهرجان، حد يعود جد شوي يعود يدرس في الامور. ويا للنخب الموريتانيين المثقفين استقالوا من دورهم، استقالوا من دورهم، ما يقدر حد يتكلم، ما يقدر ليش يقول شيء، ولا انا قاعد خايفين منه شنو. انا بعد والله اللي نسمع ياسر من الكلام، انا ما عندي مشكله مع حد، غير نقول وجهه نظري ويباوع انا في البدايه، عقوا لا يعرفون هي منطقيه، ولين في خطا نتراجع عنه، ما في مشكله. هذه الصالة أخرى، الدعاية المضادة، محمد الأموين ضد الفقهاء، عنده أجندة أجنبية، أعرف شنو الفقهاء، أنا باقي الفقهاء لا منهم، ما يعطيهم بعد الخاتمة، يعني دايرهم لا منهم، يقول حد مش عاقل من قبله، هذا مفخرني. فتاوى الشيخ عبد الله بن بي زينة عندي، فتاوى محمد يحاول الشيخ الحسين ياسر بن زينة عندي، وعندي كتب أنا في الموضوع، وعندي اهتمام بالإسلاميات، يعني مسلم ولا انا، ونعرف الحكم، يعني ماشي نتكلمها. يقال بده يعود اجندات حزب سياسي معين ما هي عندي. وراني بعد الحزب السياسي اللي قال الاخوان المسلمين ما عندي معاه مشكله شخصيه، الا الراعي في الخطر وضدي ساعه ترخيص له. كتبته بالاعلام. لاني شاحت وجهه نظري فيه. والراعي ذا اللي خلي، هاي الافغانه اللي خلت موريتانيا الراعي فيها. ونراعي في خطورته على مستقبل البلد وعلى استقراره. وهون اللي نقول لكم سابقا نوفى من اللايف اللي راه جني طولت، ان الاخوه هاو اللي في طالبان اللي تراعوا فيهم في نيجيريا، لا هما القوم اللي هون، لا ذو ما فاتوا لحقوا من المنعه والسؤدد اللي اعلنوا عن اكل عندهم. ولكن تشوف فتاوى التكفير المغلفه والمفخخه مشحوده، كيف فتوى الاستحواذ على اموال الكفار في انغولا، وفتوى لانهم التهرب الضريبي والربا من البنوك الامريكيه لانها دار حرب. احنا الولايات المتحده ما بين حرب، الولايات المتحده بلد صديق، وفيه المسلمين وفيه المسيحيين، غير ما عندنا معاه معنا في حاله حرب. وحاله الحرب يعلنها برلماننا احنا ورئيس الجمهوريه، ما يعلنها حد كشخص ما عنده الحرب، قضيه سلطانيه. هذا بعد في الفقه، هذا بعد عمود الفقه الاسلامي. يقال لي عاد لي في فهم الفتاوى، هذا راعي في خطره، لان هذا هو اللي يجيب الحروب ويجيب المشاكل. حد يقسم المجتمع، قالوا هما الفسطاطين ويعودوا الاخرين من النار والدوله الكافره وحنا هما المسلمين. ونعطي لهم مثال اخر اكثر واقعيه. انت لين تعطي فتوى لتاجر موريتاني انه يصرف من زكاته الحزب تواصل كفاره الاحزاب الاخرى، تقول تواصل انه مجاهد سياسي، انه حزب سياسي، وان القائمين عليه تحق لهم الصدقه والزكاه، وانهم من المجاهدين في سبيل الله. معناها الناس اللي متنافسه معاه في الانتخابات اللي صرفت الفضل ضد الكفار، وهذا ما هو حق. حزب تقدم او تكتل او انصاف او اي حزب، هي احزاب مسلمين، احنا بلد مسلم. اذا هذا التكفير المشحوذ ومعدل فولكلور، وقاضي الواحد لابسين السوتان قسون معدن، لا رهبانية في الإسلام، الإسلام واضح، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لا فيه شيء ضبابي، واضح الحلال مبين والحرام مبين. وهذا يؤخذ منه يرد كلام الناس
في الاحترام الكامل، هم صاري ما يحترموا رجاجه واللي يمشوا الذباب الالكتروني اللي قال يكتب كلام خاسر ونوع. وانا اعرف نعرفه، انا عندي خبره في الاعلام. هاي قال لهم براند ادفوكيتس في العلم، 10 شاشه يعودوا في سبعه و10 معرفات، وعددهم سباب، كل ما عنده 10 حسابات وهميه في فيسبوك تم يعيبوا رجاج يقولوا الكلام الخاسر ياكي، يقولوا حاله قرف نفسي واصلوا عيبوا غير مهم. ثم نقطه في جنب دور، والله واحدين في قريه يعودوا عندهم ضغين اجتماعيه لحد قبليه باش يقولوا شويه من الكلام، ما مهم. المهم والحقيقه ان حد يوسع الاخلاق ويعرف ان الارض فيها الناس معاه، والتكنولوجيا تسمح بحريه التعبير. وانا قاعد اصلا رايي قاعد لا نقول سابقا التكنولوجيا ما فيها ما في شيء، واعتذر بعد ما اني مجدد ما عندي ضغينه على حد، ولا نبقي اطاله اللسان على حد سوى منهم. يا غير اشياء ظريفه جدا، بخير تكبيره محامي المسلم. شوف شوف شو. حلوه، برافو، ميرسي، جزاك الله خير. عدلهم بالجمع باطني اللي هذا تحت موسي هم اللي زادت نقدر عقب الحالة عنا. على كل حال اتمنى ان نعود ما بالغت كثيرا في الموضوع، لا تنرفزت. نشوف الى لقاءات اخرى سنتواصل وندور نعبر عن وجهه نظري وباستفاضه في قضيه منع القوانين الموريتانيه الأحزاب التي تزعم الإفراد بالدين أو تلك التي تتلقى تمويلات من الخارج. وأجد أن لقيت شامبرلاين قال في مصالحة مع هتلر لأن الأصولية نوع من الفاشيسم، يمكن اللي يختاره هو العله، يمكن اللي يختاره من أجل النجاة اليومية اليوم الصبح الهدنة مع الفاشيست، يجبروا السلام مع الفاشيست ويضحوا بشرفهم وقيم الجمهورية. ياك يجبروا لك السلام، انه ما هم لا يجبروا السلام والحرب اللي تجنبوا دور تفرض عليهم، لان احنا امام ورم سرطاني يتفاحش ولا بد له من معالجه. جحدوها صار رؤوسهم الناس اللي في الحكم، والله ما جحدوها عنهم، هذه الحقيقه لا حل، لان هؤلاء الناس عندهم فكر فاشيست مبني على تدمير الدوله وعلى تكفير المؤسسات وعلى عدم احترام القانون وقواعد اللعبة الديمقراطية. شكرا جزيلا، ليلة سعيدة، رفار، باي.